اسمع يا مصر، إذا أصبحت حليفاً للاتحاد السوفيتي فلن نقوم بتمويل سدكم. حلو أوي، أنا بقى هأمم قناة السويس، وإنتوا لو عايزين تعدوا منها يبقى لازم تدفعوا. ماذا؟ سلام خبيبي. طبعاً موافق خبيبي. سلم نفسك الآن خبيبي، هل تريد الموت؟ ها؟ أنا هعمل معاك الجلاشة. حسناً، عندي فكرة، بما أنكم تواجهون بعض المشاكل سنحتل القناة ونفرض السلام ونأخذ كل الأرباح. هاي شباب، أعلم أنه لا يمكنكم التوقف عن التدخل في شؤون الآخرين، لكن ألا توقفتم؟ دعوا الأمر للمحترفين أيها الهواة. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى لا يفوتك الشيء يا صديقي. تحياتي مستر سفيريكال.